معكم اخوتي سلام الرب يسوع قلوبكم بحلقه جديده من برنامج حكايه قديس نبدا حلقتنا على اسم الاب والابن وروح القدس امين. بهيدي الحلقه الموضوع كثير مهم وشيق وكان بالفتره شوي الماضي والفتره الحاليه عم ياخذ كثير هيك مثل ضجه حول في شيطان في جحيم في ملائكه في سما كل هاي الامور اللي عم يحكوا فيها الاخوه المؤمنين حبيت اليوم كنت عم فكر انه بدي افسر لكم اياها بدي اقول لكم المقاطع الانجيليه اللي بتاكد او ما بتاكد هالامر هيدا ففورا تذكرت قديستنا الحبيبه اللي كنت بدي بكل أحوال اعمل عنا حلقه انما تخلص كان من الرسل رسل ربنا يسوع المسيح انما للاضطرار وللاجوبه اللي عم يسالونا عنا الاخوه المؤمنين حبيت واليوم تحيه كثير كبيره من لبنان ارض القداسه الى قداستنا الحبيبه فيرونيكا جولياني، هي القديسه العظيمه العملاقه العظيمه بالقداسه، حبيت اليوم انه احكي عنها، كل اللبنانيه صاروا يعرفوها، بالعالم اجمع بيعرفوها، انما حظنا نحن اللبنانيه انه هيدي القديسه تحديدا عندها الكنيسه الوحيده بالعالم خارج روما، كنيستها بايطاليا، الكنيسه الوحيده بالعالم اللي هي خارج ايطاليا هي لقدستنا الحبيبة آه فيرونيكا القديسة الحبيبة بدي أحكي عنها اليوم وهي اللي بتأكد آه بالرؤية تبعيتها وبقصة حياتها فعليا حول محبة الله ورحمته قديش عظيمة إنما كمان بتقلنا أنه الله عادل آه الشيطان آه عم ينطر خلف الباب آه حتى يجعلكم خطأ أو حتى يشدكم لعنده وربنا يسوع المسيح من الميل التانية كمان ناطرنا واقف عم يساعدنا فالشيطان موجود ربنا يسوع موجود انتو مين بدكم تختاروا الخيار لالكم الله عطيكم الحرية مثل ما كان آدم وحوا بالجنة لما قال لهم من كل شيء إلا من هيدي الشجرة ما تاكلوا اختاروا الخيار الخاطئ الخيار اللي جعلهم يطلعوا برات الجنة اليوم القديسة آه فيرونيكا عم بتقول نفس الأمر ما تختاروا على طول ما تختار على طول يا انسان الطريق الغلط وتمشي مع الشرير اختار طريق ربنا يسوع المسيح ومشي مع ربنا يسوع المسيح قد ما كان هالطريق هيدا بده يكون عذاب بالنسبه لإلك وبده يكون الام بدك تمشي فيه انما ليش بده يكون طريق الرب في الام ما بيكون مريح بكل بساطه جرب لما تختار انه تروح وتعمل امر مش منيح بتلاقي حالك مرتاح لما تروح حتى تكون مع الرب بتلاقي حالك اوقات في انزعاج من كل اللي حواليك في انزعاج من عالم. ليش هون حتى تاكدوا يا اخوتي انه لما بدك تكون مع الله بدك تنطر المشاكل لانه الشيطان بده يبلش يحرق فيك بده يبلش يعمل لك مشاكل بده يبلش يحاربك انت عم تعتدي عليه عم تعتدي على ملك هذا العالم ما الرب يسوع قالنا بدكم تكونوا مع هيدا العالم او معي مع هيدا العالم مع الشرير او مع الحياه الابديه مع ربنا يسوع المسيح ومع السماء عليكم انه تختاروا اختارتوا الرب يسوع اكيد كنت تفوتوا بحرب حرب روحيه بدكم تقوا بدكم تقوا بربنا يسوع المسيح بالكلمه اللي قالها بتشوفوا حياه الدّسيك كيف كانت بتشوفوا حياه الرسل كيف كانت الرسل تحاربوا من الشيطان مين انا حتى ما اتحارب انما ربنا يسوع المسيح قالنا ابواب الجحيم لن تقوى عليكم لما يكون في ابواب جحيم مش حتقدر على الكنيسه يعني في جحيم وفي له ابواب ونذكر من العهد القديم الى الان مذكور ما فينا نحن نجي ونقول لا ما في جحيم لا ما في شرير كيف انتم عم تنفوا وجود هيدا الاحلى الألو كثير بينبسط الشيطان لما تقولوا ما في شيطان كثير بينبسط الحرامي لما تقولوا ما في حرامي ما حيتحاسب لما تقولوا ما في حرامي لما تقولوا انسرق بيتنا بس ما في حرامي كيف التحيه بده يمشي كيف العداله بدها تاخذ مجراها كتير بيكون مبسوط القاتل والمجرم والحرامي لما تقولوا ما موجود كتير بيكون مبسوط لما تفوت داعش تقتل وتحرق ضيعه وتجوا انتوا تقولوا لا داعش ما لها وجود ما بدنا نحكي عنها مشان ما نعطيها قيمه انتوا شو عم تعملوا ساعتها عم تبرقوها لما تجوا قدام القاتل وتقولوا لا ما في قاتل طب مين قتل ابنك لما عم بتقول ما في قاتل رح ينبسط انك برأته اعطيته البراءه بس لما نقول نحن مع ربنا يسوع المسيح وبدنا نحارب الشيطان بدنا نحارب الشرير ما بتكون عم تذكره هون بتكون عم بتقول له انا بدي حاربك انا بعرفك انه انت حرامي وانه انت مجرم وأنا حدل كل الناس عليك تشرشحك بدي دل كل الناس عليك حتى تتشرشح بدي دل كل الناس على ربنا يسوع المسيح حتى نعلى معه حتى نكون نحن معه هيك بتكونوا انتوا عم بتكونوا مؤمنين مزبوط وحقيقيين لما تعرفوا شو لكم وشو اللي عليكم مش هيك نحن عم ننتحر فكريا ما في حدا لما اقول انا ما في شيطان ما في حساب ما في اي شيء رح تتحاسب عليه ما تعطوا شو بصير هون بالمقابل بصير انا بروح بسهر بمحلات مش منيحه بصير بنزل بكذب بسرق ما في ما في محاسبه انا لما بدي اكذب وبدي اروح اسرق وبدي اروح اعمل زنا وبعرف انه ما في محاسب ليش ما بعملهم لما انا اليوم اعرف يا اخوتي انه انا عم بمحل ممنوع الوقوف وما رح اخذ ضبط وفوت بعكس السير وما في درك او قانون بحاسبني بفوت ولا ما بفوت بعمل هالامر ولا ما بعمل هالامر لما انا اعرف انه انا بدي صف بهيدا المحل وما حيكون حدا حيحاسبني بصف ولا ما بصف اذا انا بدي اعرف انه بفوت على محل الثياب هيدا وباخذ اللي بدي من الثياب وبفوت على المطعم باكل اللي بدي اياه وما حدا حيحاسبني وما في مصاري يا جماعه بفوت باخذ ولا ما باخذ رح ناخذ وما رح نخالف القانون لانه ما في قانون لما انا اقول لكم بهالمدينه ما في قانون بيجي واحد بيقول انا خالفت القانون فتت ما في ما في قانون قانون شو ما في قانون بس لما انا اجي اقول في قانون، وإذا أنت بتصف بمحل غلط رح تتحاسب وتاكل ظبط. إذا بتأذي غيرك رح تتحاسب وفي محكمة، بتصيروا تعدوا للعشرة قبل ما تعملوهم هولي. فنحن مشان هيك اليوم اجينا عم نقول هيدي القديسة العملاقة، اجت وقالت يا جماعة في شيطان، وفي جحيم، وفي جنة، وفي نار، عندها هيدي هي عم بتقول هيدي القديسة في ربنا يسوع المسيح، عم بتقول شو رح يصير فيك <applause> إذا بتخالف هيدا القانون. في وصايا موجوده بدك تقلي ولو شو الله لحقنا على الدعسه خي مش الله لحقك على الدعسه الشرير اللي لحقك على الدعسه الله قاعد ناطرك وبيركض لعندك مثل ابن الضال وبيعبطك وبيضل ملاكك الحارس بيقاتل عنك طب لما انت تكون عم تعمل شيء غلط اليوم عم تروح تزني ما بتعرف انت يا اختي او يا خيي اللي عملتوا الامر الغلط اكيد كلنا عاملين امر غلط وانا عم بحكي مع ناس خاطيه مش هيك ولا مرة مذكرين انتم عم تعملوا الخطية انه في شيء عم بيجي على دينتكم عم انتبه هيدي غلط بلا مين اللي عم بيقول انتبه هيدي غلط؟ عقلك الباطن لا هيدا ملاكك الحارس اللي بضل يحك ليل ونهار بامر من ربنا يسوع المسيح انزال ودير بالك عليه بس انه شو بيعمل اخر شيء ملاكك الحارس انه بشيلك هيك بيمسكك اوقات بشيلك من ايدك وبيمسكك وبيشيلك ملاكك الحارس وربنا يسوع المسيح اللي عم بيشتغل من خلال الصليب الاحمر اللي عم بيشتغل من خلال كاريتاس اللي عم يشتغل من خلال حي الله واحد مارق من حدك عم يساعدك كنا حاملين كاس ثقيله او ما بنقدر نفتح السياره بيمرق واحد من حدنا بيفتح لنا الباب بتفوت مره سياره بيقطعها الشارع واحد مكرسح عم يجره بالعربيه تبعيته واحد ما معه يدفع عم عنه مين هيدا اللي عم يعملهم هول كلهم مين اللي عم يعملهم كلهم انسان مثلك مثله مين اللي عم يحرضه تا مين اللي عم يحسه حتى يعملهم مش ملاكك الحارس بلا ملاكك الحارس اللي بتكون سارع بسيارتك 120 وبينزك انتبه خفف السرعة ما في ضو هون مين لعب لك هيك؟ آه انا صرت معلم آه صرت بعرف تعرفوا كنت ماشي بالسيارة سرعة 120 قلت لحالي لا لازم هون انه روق شفتوا الخبرة خبرة مين؟ مين اللي علمك يا هون هول؟ مين اللي أعطاك الفكرة الجيدة؟ ربنا يسوع المسيح ما بيجربك الشرير هو من يجرب الشيطان هو اللي بيجرب ربنا يسوع بيخلص الشرير هو اللي بيخليك تمرض ربنا يسوع بيشفيك هيك بدكم تاخدوها ربنا يسوع بيشتغل مع الحكيم بيمسك ايدين الحكيم بيخليك في يعمل عمليه بيفتح له دماغه كيف يشتغل العلم اللي بتاخده انت بتكتسبه لمخك والمواهب اللي بتاخدها ربنا يسوع المسيح اللي بيعطيك اياها مربولوس حكى عن المواهب اللي الله بيعطينا اياها واللي روح القدس بيعطينا اياها واللي انا هلا عم بحكي معكم من خلالها مش من عندي جبته ولا من عندي عم بحكي هالحكيات ولا محضرهم ربنا يسوع المسيح اللي بيعطيني بالروح القدس انه اجوا واقول لكم وانه قولهم لحالي قبلكم انه انا الخاطئ قبلكم وانه انا بخطئ اكثر منكم وبعمل غلط اكثر منكم وبصلي للرب حتى يسامحني عليها وحتى يصلح لي الموقف اللي بدي اخده بكل مره انا انسان خاطئ وعم بحكي مع الناس خاطئين ومن منكم بلا خطيئه ليرجم اول خاطئ كلياتنا اخطانا وكلياتنا اعوزنا مجد الله بس دايما بدنا نوعى ونوقف ونقول مجد الله ونقول في ملاك حارس عم يحرسنا وفي ملايكة رؤساء ملايكة عم بتحارب الشياطين كرمالنا ليل ونهار مار مخيل عم كرمالنا ومار جبرايل ومار روفيل ورؤساء الملك الملائكة ليل ونهار ربنا يسوع المسيح عم ليل ونهار دي الشرب اللي عم يشتغل ومار الياس ومار جليس وابونا نعمة الله الحرديني واختنا رفقة هول مين؟ هول كرمال مين عبي عبي حارب عبي ما كرمالنا وكرمال خلاص نفسهم اللي هن تخلصوا برافو والشاطر اللي بخلص حاله الشاطر اللي بخلص حاله من شو من الشر اذا ما في شيء لشو حتى يكون شاطر شو تخلص حاله اساسا اذا ما كان في شيطان لشو تنخلص حالنا اساسا لشو تنعبد ربنا يسوع المسيح ونروح لعنده وقول بدي اختار انا الميل الصالحه يا اخوتي اذا ما كان في ميله خاطئه يعني ما في ميله صالحه عرفتوا الفكره كيف اذا ما كان في شيء غلط ما بيكون في شيء منيح ربنا موجود ربنا هو الشيء المنيح وربنا الموجود على الميل المنيحه يا بتختاروا هاي يا بتختاروا هاي عليكم انتم الخيار وانا عملت كل هالمقدمه الطويله حتى لكم لكل مين عم بيقول هيدي القديسه خبرتها خاصه لا ما في قديس خبرته خاصه الخبرات اللي بياخدها التجارب اللي بيخدها الخاصه هي بيرجع بفيدنا فيها يعني على سبيل المثال للحصر لما انا اليوم اعمل حادث معين ما بيجي بقول لكل واحد بعرفه امبارح عملت حادث على هيدا الكوع تبقوا انتبهوا انتم عم توصلوا على هيدا الكوع لانه السيارات بتجي من تاني ميل مش أشعدكم انتبهوا لها لكل انسان بتلاقي فيه بيقول له انتبه اذا درسك عم يوجعك روح عند الحكيم لانه ممكن يسوس الدرس التاني هيدا عم بحكيها انا من تجربه صارت معي لا هي التجربه خاصه لشو تفيدكم عمركم ما تستفيدوا كيف هالحكي هيدا هيدا القديسه اللي خاضت كل هالتجارب وكل هالالام لحتى تخلص النفوس، لا منحكي عنها. مش منخبيها ورا الحيط وبنقول خليها لا بانانيه، لا بدي احكي عنها. اليعازر والشاب الغني له تكمل هيدا المثل. وبنوصل فيه للاخر، ونشوف شو صار بالغني وشو صار باليعازر. الشيطان موجود وعم يجربنا على طول، نحن بدنا نحاربه ونحن بدنا نقضي عليه باسم ربنا يسوع المسيح اخرج منك الشيطان. هيك كانوا يتصرفوا قال ربنا يسوع للرسل روحوا وباسمي بتخرجوا شياطين وبتشفوا الناس بقول لو لو لوين بعتهم شو يعملوا بدي بلش بالاخت القديسه العظيمه العملاقه فيرونيكا اول شيء بدي اقول انه اسم اول قديسه ولما اختارت القديسه فيرونيكا هذا الاسم مش هي اختارته اختار لي اياه الاسقف وقال لها بدي اختار لك اسم فيرونيكا الاسم القديسه اللي مسحت وجه يسوع والدرب الصليب هي القديسة اللي مسحت وجه يسوع ورسمت وجهه على المحرمة اللي مسحت له وجهه فيها شاهدت الام يسوع فقال انت اللي على طول عم تصلي الام يسوع بدي سميك فيرونيكا وانبسطت كثير فيرونيكا الاولانيه اللي شاهدت يسوع ومسحت عن وجهه تخفف له آلامه اختارت فيرونيكا انه تخفف آلام الاخوة اللي عم بتشوفهم واللي بتعرفهم مش بس بهالحياة كمان اللي موجودين بالمطهر واللي عم يتعذبوا القديسه فيرونيكا ولدت سنه 1660 انتقلت لعند ربنا يسوع المسيح سنه 1727 1620 1727 قلنا القديسه عند كنيسه بلبنان الوحيد اللي هي خارج روما دخلت الدير بعمر 17 سنه على دير القديسه كلارا وكان رهبان القديسه كلارا مشهورين بتصوفهم وبحياتهم وباماتاتهم وصلواتهم اللي بيعملوها، فاختارت الدير الاصعب، الدير الاصعب بحياه التقشفيه وحياه القداسه. دعاها يسوع لمساعدته ومن وقتها وضع لها اكليل الشوك. سنه 1697 نالت جروح المسيح وكانت تصلي في غرفتها. فتح السقف وشاهدت فتح سقف الاوضه. وشهدت العذراء عم من ربنا يسوع المسيح انه يعطيها جروحاته شافت السماء ما بقى في سقف للاوضه ما بقى في ارض صارت هي بين السماء والارض وحدث انخطاف لها وصار عندها جروحات ربنا يسوع المسيح هي القديسه الرهبه الوحيدة اللي كانت عندها الجروحات كلها كل جروحات المسيح كانت عندها اياهم مش جرح واحد كل جروحات المسيح اخذتهم وهي الوحيده بعد الموت اللي ضلوا جروحات فيها يعني كان القديس يموت يختفي الجرح اللي عنده هي الجروحات بقيوا لحد الان لحد هلا عند جروحات المسيح مطبوعين بجسدها وهي الوحيده اللي عندها اياها الامر الرائع بالقداسه انه القديس بادري بيو كانت هي شفيعته كان يصلي له وهو اخذ جروحات المسيح كان يصلي للقديسة فيرونيكا وكان أخذها شفيعته القديسة فيرونيكا ظلت مجهولة إخوتي مع العلم أنه كانت من 1660 و 1727 ظلت مجهولة عنا وهون أحد البابوات قال بقيت مجهولة إلى أن تظهر بزمن نحن بحاجة كتير لألا لتعليمة ولا رسالتها البابا بيقول هيك أحد الأساقفة قال هيك الكنيسة قالت هيك مش تأجي أنا أقول اليوم خبرات شخصية اليوم تظهر بهالوقت القديسة فيرونيكا تحتى تقلنا إنه هيدا الوقت الشرير عم يشتغل فيه كتير انتبهوا وحاربوه ظهرت بوقت صار الناس عم تستسخف بهالأمور وعم تستهون بهالأمور لا نحن حربنا مفتوحة وحرب شعواء مع الشيطان حرب شعواء وما رح نقدر نربح هالحرب إلا بقوة ربنا يسوع المسيح بقوة مريم العذراء بصلاة المسبحة وبقوة القديسين اللي عم يشفعوا فينا والملائكة ورؤساء الملائكة هيك بنربح حربنا ما نستهون فيها أبدا جبهاته مفتوحة مشان هيك اليوم القديسة اجت وقالت لنا بهالوقت اختار الرب انه تظهر ونعمل لها كنيسة بلبنان حتى تقول انتبهوا يا جماعة انتبهوا يا أخوتي انتبهوا يا شبيبة الشيطان عم يلعب فيكم انتبهوا خلوكم مع الرب هي طفلة هي وطفلة ولا زالت رضيعة ما كانت القديسة فيرونيكا تقبل انه ترضع نهار الاربعة والجمعة كانت تصوم اربعة وجمعة وهي بعدها طفلة رضيعة سبحان الله هيدي اللي الله اختارها من هي وطفلة ما كانت تقبل تاخذ الحليب من امها اربعة وجمعة سبحان الله وهي طفلة كانت تحكي مع العذراء كان في صورة لها كثير مشهورة بالبيت العذراء حاملة يسوع يكون كثير مشهورة وتقول لها يا ماما خلي ابنك يلعب معي شوي شكله حلو عجبها يسوع اللي بايد امه كان عمرها خمس سنين وست سنين قال خليه ينزل يلعب معي المفاجأة والعجيبة كانت انه ربنا يسوع المسيح كان ينزل يلعب معها اللي بده يصدق يصدق واللي ما بده يصدق ما يصدق هو حر انما لعبت هي وصغيره مع الطفل يسوع. والاوقات اللي كانت تصلي وما كانت تشوف هالرؤيه ويلعب معها كانت تقول له بدي شاكيك عند امك ما ما بيقبل ينزل حتى نلعب اليوم. وكانت تقعد وتاكل هي وياه. مين بده يصدق هو حر مين ما بده يصدق هو حر. انا اخوتي ناطر اتصالاتكم اليوم حتى تحكوني عن القديسة فيرونيكا عن الرؤيه الخاصه بتصدقوا او ما بتصدقوا اليوم ناطر انا اتصالاتكم الرقم بده يمرق قدامكم رح نقول لخينا المخرج لحتى يهيئ التلفون التليفون اي حدا بده يتلفن هيدي النمره موجوده امامكم انا بحب اسمع اتصالاتكم ونشوف كمان خبراتكم ونصلي اول مناوله للقديسه الحبيبه باول مناوله وكانت متشوقة كتير عم تعمل أول قربانة بأول مناولة لها حست بحريق بقلبها حست هيك بشي عم يفرك هالقد بسعادة قوية كتير نار عم تلتهب جواتها بعد ساعة قربت وسألت أختها قالت لها يا أختي بأول مرة قديش بيستمر معكم فكرت إنه الكل بيحس هيك قالت لها بأول مرة بتتناولا فيها قديش بيستمر هيدا الشعور اللي أنا حسسته هلأ طلع فكروها عم تلعب او عم تمزح شعور شو اللي بدنا نحس فيه هي فكرت انه كل اللي بيتناول اول مره بحس بهيدا اللهيب مشان هيك راح سالت اختها قالت لها ده رح يستمر مع هيدا اللهيب مين اللي بده يصدق هو حر واللي ما بده يصدق كمان حر لقد قال الاسقف في ايامها ايام ما فاتت على الدار الاسقف الموجود المسؤول قال لو عرف اهل هيدي القريه شو في بقلب هيدا الدار شو في داخل حيطانه وشو عم بيصير داخل حيطانه انتبهوا الاسقف شو عم بيقول لو عرف الناس منين اللي عم بتصلي جوا وشو عم بيصير من رؤيا بقلب هيدا الدار كانوا اهل هيدي القريه ببوسوا حجار الدار من برا انتبهوا كثير منيح شو عم بيقول اسقف بايامها لو اهل الضيعه هون بيعرفوا شو عم بيصير جوا ببوسوا الحجار من برا بتبوس الحجر قد ما بيصير اشياء عظيمه قد ما حضور ربنا واضح ورائع بهيدا الدير كانوا ال... كانوا الناس بتبوس حجار الدير شفتوا الروعه؟ كنتوا بتبوسوا حجار الدير وانا كمان بقول وبزيد على هالاسقف هيدا لو الناس تعرف عن جد شو كان عم بيصير وشو عم بيصير بمحبسه مار شربل وبدير ابونا نعمة الله الحرديني ودير اختنا رفقه وداير القديسين مطرح ما كان عيشة القديسين بتبوسوا حجار الدير بتبوسوا حجار المحبسة بتبوسوا الحجار من برا قد ما الروح الفاعلة جوا وحضور ربنا يسوع المسيح والقدسين بتبوسوا حجار الدير وحجار المحبسة حجار الأماكن اللي كانوا قاعدين فيها هول القديسين مش منمرق من يلا هيك عادي كان القداس يكون ماشي بالكنيسة يا أخوتي يمرق الناس لو قد ما كانوا عم بيعيطوا او عم بيزمروا او عم بيحكوا صدقوا اذا بضيعه ايام ما كان في سيارات الناس اللي كانت مرأة ومش عم بتصلي كانت تصمت وتحط راسها بالارض حتى تقطع من قدام الكنيسه قدام الكنيسه مثلا انتم حضرتوا قداس تبع الساعه سبعة ونص الصبح رحتوا على بيتكم اجوا رفقاتكم طلعتوا مرقتوا قدام الكنيسه الساعه 10 ونص قداس ثاني انتم قادسين ما عم نقول لكم شيء كانوا يصمتوا يحطوا راسهم بالارض لحد ما يقطعوا الكنيسه طب رح لكم اكثر ان فيها قداس او ما فيها قداس الكنيسه لما كان الناس تقطع من قدامها كانت تسكت تحط راسها بالارض تصلي بايدها عوجها وجهها تصلي لبال ما تقطع الكنيسه هذا مكان مقدس مكان محترم هلا ما في كنيسه الا ما قدامها باب ايه وين وتكون الصلاه ماشية جوا ما في اخلاق ما في ايمان هيدا الشيطان انا رح اقول لكم شغله وعن مسؤوليتي الشيطان هو اللي عم يزمر مش أنتوا الشيطان هو اللي عم يعمل فيك مش انت انا لما اشوف واحد عم يعمل غلط بدي أحارب الشيطان اللي فيه ما بحاربه لاله ما خصه عدونا مش من لحم ودم بيقول الكتاب المقدس عدوكم ليس من لحم ودم نحن نحارب سلاطين ليست من لحم ودم وجنود ليسوا من لحم ودم هيدا اللي بدكم تحاربون تمرقوا من قدام كنيسه صوت الموسيقى عالي الزمير العياط تتخانقوا لك ما بقى في ايمان هالقد الشيطان صار عم يتجرى قدام الكنيسه بتعلقوا مع بعضكم بيصير في مسبات وبيصير في عياط اذا بتشوفوا اثنين عم يعملوا هيك مع بعضهم دغري انتم مين ما ماري قولوا المجد لله بنتهر الشيطان باسم ربنا يسوع المسيح عرفوا انه الشيطان هو اللي عم يشتغل وهنيك شغله مش بالكبريات وبشارع مونو وبشارع ما بعرف وين عم يصير مش هونيك هونيك بيته ما بيشتغل اللي رايحين لهونيك رايحين مشغول فين وخالصين بيجي لعندكم انتم بيشتغل بالكنيسه بكل واحد عم يصلي قوم شو بدك بهالشغله روح على البحر طلع على الجبل لك تاخرت رفقاتك ناطرينك هونيك بيشتغل بيصير الوزوزه عرفتوا شو عم بيصير شو في بيصيروا تتخيلوا فات بيصير الغاز ولا بعد بكره بدي اعمل طبخه بعد ما حممت الاولاد شو بدنا نعمل بكره كلها هي بتصير بالقداس بس يخلص الداس الداس بتبطلوا فيها بتبطلوا تفكروا يمكن الواحد بيكون عم بيقول بقلب القداس مش رايح لعند امي صار لي سنه انا لازم اروح لازم اروح شو بدي اعمل ما شفت خيي ما شفت بس يخلص القداس بطل بده يروح بطل يفكر فيها يلا بروح بعدين بطل في التفكير خلص هلا في فيلم ل ما بعرفين بدي احضره بطل فيها الافكار هيدي القديسه اجت وحذرتنا من هيدا الامور بقيت غير مشهوره الى الان مثل ما قلنا حكمه من الله حتى نعرفها بهيدا الوقت العصيب ماتت بعد 33 يوم من نزاع وألام شديد جدا وماتت بأمر الطاعة شفتوا؟ كان عندها رؤية وبتعرف هي أنه رح تتعذب وهي طلبت العذاب لأجل النفوس المتألمة وقالت يا رب أنا ما تموتني خليني نضل صلي لو أنا عم بتعذب بدي أتعذب كرمال روح فلان وفلان 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 تذكرون في كذا روح هلأ بالمطهر بالجحيم، بدي أنا صليت حتى يطلعوا لعندك فعم تتعذب عم تتعذب اخر شيء بفوت الخوري اللي عندها بتقول انا ما بموت الا بامر الطاعه كان عندها يا هيك فبعد 33 يوم دخل عندها الابونا وصلى وقال لها يا بنتي بامر الطاعه خلص اطلبي من من الرب انه تروحي بسلام فصلت وقالت يا رب هلا انا جاهزه حتى اجي لعندك وابتسمت لكل رفقاتها وصلت لهم وبضحكه وتركت هيدي الحياه بعد 33 يوم من الالام اللي لا يوصف بكل جسمه بكل جسمه حملت خشبه الصليب طق كتفه وصار معوج قد ما انه ثقيل وحملته كرمال ناس وتخلص ناس من المطهر ومن الجحيم من جهنم حملت اكليل الشوك حتى تخلص الرهبه رفقتها اللي شافتها مره عم ياخذوها الرهبه اللي, اللي ما كانت منيحه معك العمره واللي كانت عم تصلي شافت الشيطان بيجي يقول لها هيدي لالي روح على لالي يا ربنا يسوع صلت صرخت القديسه فرونيكا يا رب يسوع خليها تكون النا مسكت الرهبه بايدها مسكت بايد الرهبه قالت لها ما حخليك تروحي والشيطان وقف ثاني عم بيعمل لها هيك هيدي لالنا عرفها كانت خاطيه شريره صلت وطلبت من ربنا يسوع المسيح يا رب انا باخذ اكليل شوكك بس خليها ترجع ربنا يسوع انت متاكده من هالطلب تندر كيف نحن بننظر اليوم انا اذا بصح فلان بدي امشي مشي حافي على حريصه بصح فلان بدك بدك تمشي على حريصه حافي اخذت اكليل الشوك وخلصت رفقتها من ايدان الشيطان وخوتو الشياطين عم تاخذ شيء مش رح نتركك رح نعذبك قالت له انا معي ربنا يسوع المسيح شو بدكم تعذبوا انتم بدي اخذ اتصال الو 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 بدي كمل اخوتي اذا أه يبدو انه طولنا اخوتي ارجعوا أه صلوا أه لنا واتصلوا فينا انا بانتظاركم أه هي وعم اخر كلمه نسيت لكم قالتها اخر كلمه قالتها شوفوا شو شو رائعه هالكلمه قالت اخر كلمه ابتسمت لهم عم بودعكم قالت لهم لقد وجدت الكل طلعوا ببعضهم لقد وجدت الكل ترجمتها لما لقيتوا حيرانين لقد وجدت الله لما تلاقي خي لما تلاقي اخوتي الكل يعني لقيت الله هو الكل هو الكل بالكل ربنا يسوع المسيح هو الكل في الكل لقد وجدت الكل شوفوا شوفوا هالتعبير الرائع هيدي بده يحاربها الشياطين كان الشيطان يجي عليها ويضربها كانوا يخربوا لها تختها كانت تكون عم تشتغل شيء يكبوا زيت على شغلة تيجي تلاقي شغلة موسخ يحاربوها حاربوها حاربوها الشياطين كثير وبقيت هي صامده بقيت هي واعيه بقيت هي عارفه شو رسالتها شوفوا في شغله بدي اقول لكم اياها هذه بكتابه اخذتها من كتابه انا نقرا في يوميات قدستنا العظيمه ان الرب يسوع المسيح جعلها ترى ذات يوم في لحظه انخطاف نفوسا ترتاح في قلب يسوع الاقدس شافت فيه نفوس عم ترتاح ما كانت بس عم تشوف اللي بالجحيم كانت عم تشوف اللي عند الله كمان فشافت هيدا المره انه في بقلب يسوع الاقدس قلوب ترتاح فقالت له للرب مين هو النفوس اللي عم ترتاح انبسطت فيهم قال لها النفوس اللي شفتيها شفت كذا واحد طبعا في نفوس كثير مرتاحه انما هي شافت بهالوقت اشخاص معينين فقالت له مين هول الاشخاص اللي شفتهم وليش هول اللي شفتهم قال له هول النفوس اللي شفتيهم عم يرتاحوا بقلبي هول اللي بدهم يجاهدوا مستقبليا مستقبلا لحتى يكتبوا ويعلنوا ويعرفوا عن رسالتك كل واحد بيقول وبيشهر قصة القديسة فرونيكا هو من الأشخاص اللي رح تكون نفسه بقلب ربنا يسوع المسيح ورجاها الأشخاص اللي بدهم يتعبوا وينشروا سيرتها شفتوا قديش حلوة هالمكافأة اللي عطاياها قال هو اللي شفتيهم بقلبي هن الأشخاص اللي رح ينشروا رسالتك اللي رح يحكوا قصتك شو هال شو هالقداسة شو هالروعة طوبى لكم يا من تشرون قصص القديسين وتعلنوا عن قصة هالقديسة العظيمة العملاقة في القداسة خلونا نرتاح نسمع ترتيلة صغيرة وبرجع أخوتي وبكملكن كيف كانت رؤيتها وكيف شافت الجحيم ترتيلي ومنرجع مكمل

بمريم البتول كم تألمت مع يسوع الحبيب إنها عطشة عطشة لخلاص عودي معكم اخوتي مع حكايه قديس القديسه العملاقه فيرونيكا بس قبل ما اكمل بدي اخذ اتصال معنا الو اوكي الاتصال اذا كان معنا من العراق نصلي عن نيه السيده المريضه اليوم بدي اصلي لها بشفاعه اختي بشفاعه القديس اليوم فيرونيكا تطلع عليك اليوم تطلع على شعب العراق وخاصة للمريضة اللي طلبت منا الصلاة نصلي يا رب بشفاعة القديسة فيرونيكا وربنا يسوع المسيح تشفيها وتحل نعمة الشفاء عليك أختنا وننطر نسمع صوتك إن شاء الله بالأسبوع اللي جاي يمكن يكون عندنا حلقة لأنه بدنا نبلش بأسبوع الألام بس بدي أطلب إذا كمان صحيت تتصل فينا هيك حتى نصلي سوا بدي أكمل مع القديسة فيرونيكا وبنطر كمان اتصالاتكم بدي اقول انه ماتت امه وهي عمرها خمس سنين وكانت مدلعه كثير عند بيا وعندها ست اخوات بنات انما كل هالغنج وكل هالامور اللي كانت هي حاصله عليها اختارت الدير سبع مرات زارت جهنم تحملت الالام من اجل خلاص النفوس سبع زيارات لجهنم كانت تخلص النفوس والناس من المطهر لدرجه بينقال عليها ل الاخت القديسه فيرونيكا لقد لقد افرغت المطهر من الموتى قد ما في فتره صلت فيها قال الملاك ما بقى في حدا انتوا عم تنتبهوا قديش حملت عذاب لان كل واحد كانت تشوفه بس تنزل زيارتها تقول له انا بدي اصلي كرماله 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 فكل واحد بدها تاخذ عنه عذاباته هيدي الانسانه 24 على 24 كانت تتعذب خيطت قد ما ضلت تصلي خيطت باحدى الايام وهيدي موجوده بعدها ببيتها بايطاليا خيطت كعوب الشوك بنعرف نحن انه الورد عنده كل كل العود تبعه الشوك خيطتهم مع بعضهم تصاروا بهالشكل وعلقتن درزتهم بالتوب قفا التوب تبع ميلة الظهر فصارت كل ما بدها تنام او ترجع يشكوا فيها ترجع توعى وتكمل صلاه لما سالوها رفقاتها ليش قالت في انفس كثير عم تتعذب ما بدي نام وهي موجوده بالجحيم ما بدي نام وهي موجوده بجهنم ما بدي نام وهي موجوده بالمطهر بدي ضل صلي فكانت لما عم بتصلي للنفوس المعذبه هي عم بتصلي اذا تخفى الشوكه ترجع توعى وتكمل صلاتها وتكمل صلاتها وتطلب من من الله خليني انا اتالم وريحهم هني خليني انا اتالم كانت تاخذ الام كانت تنظر انه اذا آه هيدا الانسان لما لما يطلب منا انه تصلي له تطلب حتى يظهر من المطهر او من جهنم آه انه بدها اليوم تصير تطلع الدرج على على اجريها هي وراكعه قد ما ضلت تعمل هيدي الاماتات بيقولوا الراهبات رفقاتها صاروا يمسحوا من وراها الدم اللي كانت تتشقق اجريها ويطلع منهم الدم هي وراكعه وبتطلع ركوع على الدرج كانت تتشقق اجريها ويطلع منهم الدم وتسابر وتطلع وتصلي يعني هيدي القديسه تحملت كرمال النفوس الضائعه بفتكر مفروض نحكي عنها مش نخبيها مفروض نحكي عنها مش نقول تجارب خاصة معلش سامحوني مفروض نحكي عنها ونحن ننشر سيرة حياتها على القليل قد ما تعذبت كرمالنا قد ما تعذبت كرمال العالم اللي عب اللي عبت صليهم. إذا كان يا أخوتي إذا كان الموتى عم بيشكروا القديسة فيرونيكا كيف نحنا الأحياء كيف نحنا الأحياء شو لازم نقول شو لازم نشكرها ونقول بس فكروا بهالأمر هيدا تحملت الألام من أجل النفوس كانت تخلص الناس كانت تقول نحن اليوم بوادي الدموع عشتنا هون نحن بوادي الدموع لبل ما نطلع على الفردوس كيف تصار في الكنيسة بلبنان لازم ندور على هالموضوع كان في فتاة لبنانية اسمها ماريا ناكوزي عمرها 21 سنة هيدي البنت صار معها سرطان وقبل ما تموت بتحلم بالعذرة وبتقول للعدرة حتى يعملوا الكنيسة من أجل القديسة فيرونيكا لابل بتورجيها كمان الموقع وبتقول لها هيدي الارض لجدك بتورجيها وين الموقع وكيف لازم تكون وتتعمر وطبعا القصه تطول واهلا جان وأندريانا كوزي بيتصلوا بالاخوه اللي كانوا مسؤولين عن رساله القديس فيرونيكا واللي كانوا عم يدوروا عن المكان اللي بدهم يعمروا فيه بعد تسعويه بتفوت هيدي السيده وبتحكي لهم قصه بنتها وبتحكي قصه الارض وبيطلعوا بيشوفوا المكان وبتم بناء الكنيسه بلبنان بضيعه القصيبه المطن المتن الجنوبي وبدي اقول انه اعلن البابا غريغوريس السادس عشر قديسي ب 26 ايار سنه 1839 عيدها ب 9 تموز ويوم اللي طلبت من الرب انه بدها تمشي حافيه وقال الرب امشي حافيه ما وافقوا لها بالدير وقال المطران لا مش حنسمح بهيدا الامر تمشي على طول حافيه فورموا اجريا وضلوا ورمينين إجرايا ومردين لحد ما سمحوا لها تمشي حافيه رجع صحوا إجرايا ومشيت الشيطان اجى مره لعندها وصراعه وكان عم يضربها انكسرت ايدها وضلت تصلي اجوا حملوها رفقاتها واخذوها على كرسي الاعتراف بكرسي الاعتراف قال لابونا انا بامر الطاعه بدي اطلب منك انه تصلي مشان ايدك ما كان بدها تصلي مشان ايدها هي عم تصلي للاخرين فصلت كرمال ايدها بامر الطاعه صحت ايدها راسا شفتوا ما كان بدها طلبات أنانية بدي أقول لكل اللي عم يشككوا ويقولوا إنه ما في جهنم وفي جهنم وكل هالأمر هيدا بدي أقول لهم كتاب المقدس واضح إنجيلنا واضح لما نقول نحن إنه مثلا مذكور عشر مرات وسبع مرات وثمان مرات لو مذكور مرة ربنا يسوع المسيح واضح النص واضح عن جهنم والجحيم متى 25 34 متى 16 18 ابواب الجحيم ننطقوا عليها <applause> متى خمسة من قال لأخيه يا أحمق يا بنار جهنم متى 18 خير لك أن تدخل الفردوس أعور أن جسمك كله يحترق مرقس 9 47 يشوع بن سراخ 21 يشوع بن سراخ 17 متى 15 28 ما تخافوا من الذين يقتلون الجسد لوقا 12 4 عن الشيطان في الكتاب المقدس سفر الحكمه 2 رساله مر بطرس الاولى ابليس كاسد رسالة ماربولس إلى أهل أفسس 6 إنجيل يوحنا 14 الرسالة إلى أهل رومي 16 تيموتاوس 2 24 متى 17 <applause> هذا الجنس لا يمكن أن يخرج إلا بالصلاة والصوم بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 7 مرقس 16 17 كورنثوس الثاني وإذا بدي أعد بعد في كثير إنما يا أخوتي عم نقول كل هول حتى تحاربوا الشيطان حتى تعرفوا من عدوكم هيدا هو عدوك أعرف عدوك الشيطان عدوك إذا المجتمع العقلاني بعالم اليوم يميل إلى عدم الاعتقاد حتى الساعة بالحقائق الأيمانية الغير المنظورة لكي لا نقول بها كلها خصوصا حقيقة وجود جهنم والشيطان ككائنات مخلوقة ودعاة العقلانية هؤلاء يؤمنون مرغمين بوجود الشر حتى بعض المؤمنين نجد لديهم ميلا للتهرب من التبصر في هذه الحقيقة اخوتي بدي اقرا كمان مقطع من كتاب القديسه العظيمه اليوم لانه بس حتى نقول انه هي مين كانت تحارب هذا الدور الفائق الاهميه للقديسه فيرونيكا ومساهمتها في انتصار المحبه ما عم نحكي عن الشيطان عم نقول انتصار المحبه نعم الله محبه وفردوسه رائع لكن جهنم معدة في الوقت نفسه لمن لا يؤمن بفردوس الرب وبالرب هيدا اللي عم بتقوله، نعم موجود الفردوس، موجود ربنا يسوع المسيح، اذا الجحيم جهنم معدة للذين لا يؤمنون، انتبهوا. لمن لا يفتكر فيه ولا يرغبه لا يريد التضحية ببعض الاباطيل يستحقه، ضحوا حتى تستحقوا الفردوس، ولمن يرفض هذه المحبة هي ايضا نظام وطاعة، من احبني حفظ وصاياي بقول الرب. من لا من لا يحبني ولا يحفظ وصاياي ولا يحفظ الكلمه التي تسمعونها لي وللاب الذي ارسلني لالن الشيطان لالن الجحيم. الشيطان الطبيعه المتكبرة بدو يكن تشوفوا الامور عكس على حقيقتها. اما الشيطان فلكونه ابو الكذابين وهو يكرهنا ويريد ان يجعلنا نعتقد بان الله ليس محبه وهو خالق الجهنم بس واسوأ ما في كذبه أنه يريد خداعنا بأن الله غير صادق وجهنم غير موجودة الشيطان هو أبو الكذابين وبده إيانا نقول أنه الله ما بيحبنا مشان هيك خالق جهنم وغيره لا الله بيحبنا والله محبة بس من لا يحفظ كلامي ولا يعترف بوجودي هو مستوجب نار جهنم جهنم للذي لا يعرف الله وللذي لا يريد الله انتبهوا كثير منيح جهنم موجودة للي ما بده الله وللي بده يمشي مع الشيطان إنما الرب موجود الرب محبة الله بده إيانا كلنا نكون لإله أنت اللي بتختار يا إنسان إما تكون مع الشرير أو تكون مع الله هيدي القديسة بل العملاقة في القداسة إجت تحت تخلص النفوس وتحت تدلنا أن انتبهوا الله محبة ما تروحوا على الطريق الثاني وهي خلصت الكثير من النفوس وهي أفرغت المطهر بوقت ما كانت عم تصلي هيدا القديسة اليوم موجود كنيسة لقلب بلبنان، هيدي القديسة اسمها فرونيكا، نحن بدنا نقلها شكراً اليوم، شكراً يا قديستنا الحبيبة، شكراً لأنك عم توعينا على أشياء نحن ما كنا عارفينها، نحن بنشهد إنه يسوع هو الحق، يسوع هو الموجود، الله محبة، الله بعده عم يشوفنا ولا خلاص إلا بربنا يسوع المسيح، انتبهوا لكل خطوة عم تعملوها بحياتكم، ربنا موجود، الشرير موجود، انتو اختاروا. سلام الرب يسوع معكم الى اللقاء